حرام عليك يعني 52 سنة يعني طولي بالك علينا شوي. هلا بيزعلوا منك الشباب هون بالغرفة. دكتور بسام يعطيك العافية. الله يعافيك يا عيال. احنا نوهنا للمشاهدين بأن عملية اليوم تدور في الكفة المدورة. الكفة المدورة. صحيح. ممكن نشرح للمشاهدين ايش اللي راح تعملوا بالضبط وشو هي الحالة اللي معانا اليوم؟ طيب المريضة عمرها 52 سنة، في عندها وجع بكتفها اليمين، وجع شديد صار له فترة من الزمن. السبب الرئيسي انه في عندها قطع كبير بوتر مهم جدا، شفنا على مجموعة الجهاز من الأوتار محل ما احنا دخلنا النيدل هون، الإبرة هون بهذا المكان بالكتف، في مجموعة في 4 أوتار مهمين جدا، واحد منهم هذا مقطوع قطع كامل، هذا مهم جدا في رفع الإيد والحفاظ على رأس الكتف في مكانه الصحيح مشان لا يتضرر مع الوقت. بالآخر إصابات الكتف تستغربي قديش شائعة، بس احنا ما كنا نعطيها انتباه شديد سابقا. لذلك هذا سؤال بدي اسالك اياه، لما الشخص يتعرض فينا لاصابه في الكتف يلجا تلقائيا الى العلاج الطبيعي واللبخات وحتى المشدات اللي ممكن تخفف من هذه الالام، لكن ما يتبادر للذهن هم اللجوء للجراح مباشره، متى نلجا للجراح؟ هلا طبيعه البشر يا ايات، هيك طبيعه البشر، احنا دائما الانسان بيحاول قدر الامكان انه ما يعمل عمليه، وبيحاول قدر الامكان انه يتغاضى عن مشكلته اذا ما كانت مؤلمه. المريض بيراجع الجراح معظم الاحيان مش وقايه، بيراجع لانه متالم، فالالم هو اهم اسباب مراجعه المرضى لهيك حالات. طبعا بس حبيت يعني اخبرك انه احنا مو دائما نعمل عمليات لكل مريض عنده قطع بالوتر. اللي حبينا نوضحه اليوم للمشاهدين بانه الام الكتف دائما سببها مو واحد، الناس تلقائيا يتبادر لذهنها انه في سبب واحد اصابه او شيء. المريضه اللي معنا مثل ما انت نوهت هي متقدمه في السن، ما تعرضت لاي اصابه، هي مش متقدمه كثير ايات، حرام عليك يعني 52 سنه يعني طولي بالك علينا شوي. هلا بيزعلوا منك الشباب هون بالغرفه. لكن هو تقدم العمر يلعب دور في هذه الالام، صحيح؟ هذا النوع من القطع احيانا يصير نتيجه شيء بنسميه دي جينيريشن، او خلينا نسميه بين قوسين معلش ما حدا يزعل من حدا، نسميه تآكل يعمل هيك مشكله. فبصير نوع الوتر، نوعيه الوتر، الكواليتي تبع الوتر يعني مع الوقت مع التقدم بالعمر بتصير اقل جوده، مثل اي شيء بهالدنيا، لما تستهلكي هذا الوتر لفتره من الزمن. شايفه خلينا اورجيكي، بس بدنا بسكيوريت كويسه وجيكي. هذا الوتر اسمه سبسكابيلاريس، او بالعربي اسمه وتر تحت الكتف، من اوتار الروتيتر كاف او الكم المدور. هذا الوتر مقطوع اذا بتطلع عليه، او مهري، ومهري جزئي من هون. هلا بوضح لك الصوره، اعطوني الفيبر اعوض معك حق، اعطيني الفيبر مشان نشوف منيح. رح نتركك تكمل اجراء العمليه ونتمنى السلامه للمريضه اللي معنا. بس في شغله اخيره حابب احكي لك اياها، انه هذا النوع من العمليات حاب اقول للمرضى شائع صار، ممكن ينعمل وكل الوسائل متوفره من التكنولوجيا والامكانيات، وبتنعمل خلال ساعه لساعه ونص. المريض مثل ما حكينا بيطلع بيوم او ممكن يبات ليله، كل شيء متوفر انه ينعمل هذا الشغل، بشرط انه المريض يوصل للمكان الصحيح بالاخر، صحيح يقدر دكتور. يعرف انه هذا الطبيب بيقدر يختمه بهذا. عظيم، كل الشكر لك دكتور، ويعطيك ألف عافية.